هل يمكن أن يكون للفنان دور وموقف في قضايا وطنه؟ الإجابة على هذا التساؤل بيأتي من السيرة الذاتية للفنانة الراحلة نادية لطفي ورحلتها التي امتدت سنوات طويلة لتؤكد أن الفنان مهما كانت موهبته ولكنه في الأول وفي الآخر هو مواطن مهموم بقضايا الوطن. نادية لطفي أيام الحصار الإسرائيلي لبيروت سنة 82 لإجبار المقاومة الفلسطينية على الرحيل من لبنان سفرت وسط القصف وعاشت في وسط المخابة وسط الفدائيين الفلسطينيين، ورغم ذلك رفضت النصائح البعض أن تغامر بحياتها وقعدت أسبوعين كاملين معهم. أنا حسين عبد القادر محرر شؤون الجريمة، معاكم في حلقة جديدة من برنامج حكايات كولومبو. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكايات كولومبو. الحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الدور الوطني في سيرة الفنانة الراحلة نادية لطفي. نادية لطفي لم تكن مجرد فنانة نجمة جميلة مشهورة وصاحبة أعمال فنية كتيرة جدا، ولكنها كانت المواطن المهموم بقضايا وطن. بجانب الافلام اللي عملتها الرومانسيه وغيره، لكن كان ليها بعض الافلام الوطنيه زي صراع الجبابره وجريمه في الحي الهادي وجيوش الشمس. ده كان على مستوى الاعمال الفنيه، لكن كانت هناك كثير وكثير من المواقف الوطنيه اللي قامت بيها، وكانت بالفعل هي خير عمل يظل يخلدها طول الدهر. نادية لطفي بدأت دورها الوطني بعد أيام 67 لما سافرت كل النجوم والقرى في المحافظات المختلفة وتلتقي بأهالي الأسرة عشان توثق قصص الوحشية والبربرية اللي قام بها العدو الإسرائيلي لما قام بأسرى العديد من أسرنا في حرب 67 وارتكب ضدهم كل الممارسات الوحشية. فقامت هي بتوثيق هذه القصص كلها وجمعتها في أفلام ووزعتها على وكالات الأنباء عشان تفضح الممارسات الإسرائيلية في حق جنودنا في ذلك الوقت. برضو نادية لطفي بعد سنة 67 ولما بدأ عملية الإعداد المعركة استرداد الشرف والكرامة في 73، كان هناك حاجة إلى جمع المال لإعادة بناء الجيش، زي ما السيدة الراحلة أم كلثوم كانت بتلف العالم وتعمل حفلات من أجل مصر عشان المجهود الحربي. نادية لطفي كانت في داخل مصر، هي كانت بتلف وتسافر بلاد كتيرة في المحافظات المختلفة وتجمع تبرعات للمجهود الحربي جوه مصر. بعد 67 كان جنودنا على طول الجبهة كانوا موجودين في بيشتغلوا بيتدربوا بيتعبوا في ظل ظروف قاسية وصعبة جدا، وكانوا في حاجة إلى دعم نفسي يحسوا إن الشعب يشعر بهم ويحس بيهم. وده الدور اللي قامت بيه نادية لطفي لما أسست اللجنة الفنية في خدمة الوطن. هي كانت رئيسة اللجنة وكانت بتضم في عضوياتها كل نجوم الفن والثقافة، وكانوا بيشكلوا دائما أفواج بتتنقل بين الجنود في جبهات القتال بتدعمهم وتتكلم معاهم وتلتقي بيهم وتحسسهم إن إحنا كشعب وراهم حاسين بيهم وعارفين قيمة الدور بينتظرنا منهم إن شاء الله في حرب معركة استرداد الكرامة اللي حصل في 73. كانت نادية لطفي كانت بتقعد تتباسط وتضحك مع العساكر بتاعتنا على الجبهة، وكانت دايما تتم حتى يهتموا يكتبوها الجوابات لعائلتهم. كانت هي بتوعدهم وتاخد الجوابات دي الخطابات دي وهي اللي تتسلمها، وكانت بالفعل عندها صدق في وعودها. كانت هي اللي تروح لما تنزل القاهرة تعيد إرسالها لأقارب هؤلاء الجنود. لما حقامت حرب 73، رغم انها كانت ساكنه في جاردن سيتي جنب مستشفى القصر العيني، لكنها نقلت اقامتها في المستشفى هناك واقامت هناك صفه دائمه تساعد في عمليات رعايه الجرحى، وكانت بتعمل دعم معنوي ليهم بتلف عليهم وتقعد معاهم في كل العنابر بتاعتهم، وكانت دائما صاحبه مقوله في الوقت ده: مستشفى القصر العيني هو بيتي، والابطالنا المصابين اللي جايين من الجامعه هم دول اهلي. أعمال كتيرة، لكن دي كان جوه مصر. اهتمام نادية لطفي ما كانش فقط بالقضايا المحلية جوانا هنا، لكن هي كانت بتعتبر أن كل قضايا الوطن العربي خاصة فلسطين هو امتداد للأمن القومي المصري، فكان اهتمامها بهذه القضايا لا يقل عن اهتمام بقضايا المصرية. حتى لو كان هناك خطر على حياتها فكانت لا تهتم بذلك، كانت بتقف أعمالها تماما في ذلك الوقت. لما كانت تيجي تسافر في أي مغامرة فكانت توقف أعمالها تقول لابد أن تكون صاحبة الرسالة وتكون متواجدة. هناك الموقف الذي لا ينسى وسيظل محفورا في الأذهان، هو الموقف الذي قامت به نادية لطفي في نهاية أغسطس سنة 1982. ده تاريخ مش منسي، لأن حصلت فيه مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني وتمثل في أفراد مقاومته اللي كانوا موجودين في لبنان في ذلك الوقت، وإسرائيل قررت أن تتخلص من هذه المقاومة الفلسطينية بإجبار الفلسطينيين على الرحيل من لبنان. كان هناك حوالي 100,000 مقاتل فلسطيني. قسمت العاصمة اللبنانية بيروت إلى قسمين، في بيروت الشرقية
ودي اللي هي كان للأسف ناس كتيرة منها هم حلفاء مع إسرائيل أو على علاقات مع إسرائيل، بينما بيروت الغربية هي التي تتمركز فيها القوم الفلسطينية. إسرائيل في الوقت ده حصرت بيروت الغربية من البحر والبر، وكانت قصفاتها الوحشية كان لا يتوقف ليل ونهار، زي تماما ما بيحصل في غزة دلوقتي كان موجود في على بيروت الغربية، حمم من النيران لا تتوقف، حصار وممنوع الأكل، ممنوع الشرب، ما فيش أي أدوية تخش. كان الشعب الفلسطيني بيئن من المجازر التي تعرض ليها. نادية لطفي أصرت أن يكون لها موقف، عملت مؤتمر صحفي هنا في مصر، قابلت وزير الثقافة وأعلنت أن يكون لنا دور، وأعلنت عن استعدادها لتنظيم رحلة داعمة أن تسافر إلى لبنان وتعيش مع أفراد المقاومة اللي تشد من أزرهم في ذلك الوقت. هي وجدت بعض الصعوبات وإن مش هيكون بالسهولة إنها تحقق زي ما عايزة، وفي الوقت كان بيمر بسرعة. قررت السفر، اختارت الصليب الأحمر دون أن تبلغ المقاومة الفلسطينية بنيتها بالتوجه إليهم. سافرت إلى قبرص، ومن قبرص استقلت باخرة إلى بيروت. بيروت مرت بعدة مواقف إلى حين وصلت إلى مقر المقاومة الفلسطينية في بيروت الغربية، وكانت مفاجأة كبيرة جدا لقيادة المقاومة على رأسهم ياسر عرفات لما فوجئ أنهم بيبلغوه أن الفنانة نادية لطفي ومعاها وفد من المصريين جايين عشان دعم ليهم. الموقف كان صعب جدا، ما كانش الامر بسهوله، كانت الضربات بتلاحقهم في كل مكان، كانوا عايشين في بخابئ، الاكل كان صعب جدا، كانت بتعيش على كسرات قطع من الخبز، هو ده كان اكلها اليومي لان هو ده الوحيد اللي كان متاح. كانت بتاخد الكاميرا بتاعتها وتلف في الشوارع وسط الانقاض وسط العمارات المتهالكه في المخابئ اللي بتستخبي فيها افراد المقاومه عشان بيحتموا فيها من الضربات والغارات الجويه، وكانت بتصورهم وتصور وتعمل معاهم لقاءات ميدانيه معاهم بتوري المشاهد المروعه ديت. صورت حوالي 15 ساعة فيديو، عملت منها أفلام، لما رجعت سلمتها لقنوات التلفزيون العالمية وللأول مرة يلاقوا مادة حقيقية من الواقع غير المادة المزيفة اللي بتجيلهم، وكشفت الحقائق، هذا الرعب وهذا الصلف والغرور والوحشية والبربرية اللي بيتعرض ديها أفراد المقاومة الفلسطينية حتى يجبروا على الرحيل من لبنان. نادية لطفي كان في مواقف مذهلة احيانا اقرب الى الكوميدية، لما فوجئ ياسر عرفات بيقول لها انت جيتي ازاي، هي ما كانتش عارفة اي حاجة خالص، هي مجرد وصلت بيروت بدأت تحاول توصل للاماكن العنوية اللي معاها، فوجئت ان هي راحت قابلت ناس عرفوها كانوا راكبين دبابات، ست نادية افتكرتهم ان هم دول امن او جيش لبناني، فتعرفوا عليها ورحبوا بيها باعتبارها فنانة نجمة مشهورة قوي، حاولوا يعزموها على الاكل واكلت معاهم، حتى هي كان من ضمن المفرات وهي جاية كان جاي لها كاب كرتونة مانجا هدية خدته معاها هي راحة بيروت، فعزمت على الناس العساكر اللي هم بيعزموا عليها وقعدت معاهم وخدوها ووصلوها للمكان اللي هي راحة. ولما قعدت مع ياسر عرفات وحكت له الناس اللي كانت عندهم في الحتة الفلانية وشكلهم ايه وايه وايه، فوجئت بانه كل بيبصوا مذهول وبقى مستغربين، فبيسألهم ايه سر الدهشة اللي انتوا فيها، قال له ده دول اللي بيضربوا علينا ليل ونهار، ده دول الجانب العدائي اللي هم بيحاولوا يموتونا بالفعل، ودول للأسف الجزء اللبناني اللي كان متحالف مع القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت. مواقف نادية لطفي بيحكيها على لسان الفلسطينيين اللي ما زالوا بيتذكروها جدا وعاصروا الفترة دي، من ضمنهم احد قادة منظمة التحرير الفلسطينية اسمه او احد القادات اللي كانت موجودة اسمه قيس أدري، بيتذكر وبيحكي ان جات له تعليمات انه هيجي عشان يصاحب فنانة نادية لطفي والسيدة لطيفة الزيات، هيزوروا مستشفى ميداني عسكري أقيمة بسرعة في جراج عربيات في حارة منطقة اسمها حارة حريك، ولما جه عشان ياخدهم ويمشوا فوجئ ان غارات الجوية شغالة على المستشفى اللي كانت بتعمل شبه في العراء وبدون اي تعزيزات طبية حقيقية، فهو قال لها انا خايف عليك يا ست نادية لان حياتك كده، القصف شغال، ارجوك خليكي وانت قاعدة معانا، وانا هتفق مع ادارة المستشفى ان اجل الزيارة في اي وقت تاني يوم اتنين تلاتة نروح هناك. فكان ردها عليه هو انت فاكر حياتك ارخص من حياتي اللي ربنا كتبه لي وحلا يحصل، يلا قوم بينا انا رجل على رجلة، وبالفعل راحت معاه وراحت قعدت في المستشفى وقعدت مع الجرحى والمصابين. كان اخر موقف لفنانه نادية لطفي لما تجدد الحصار الاسرائيلي للفلسطينيين سنه 2002 وغارات وحشيه ايضا في ذلك الوقت، كان في نفس التوقيت كان في مهرجان القاهره السينمائي كان اقيم، واختاروا شخصيه تكريمها اللي هتقرب في هذا المهرجان كانت الفنانه نادية لطفي، واللي حاولت ان هي تعتذر عن قبول تكريمها بقولها ازاي اقعد افرح واتكرم وانا في باهلي فلسطينيين بيتعرضوا لهذه الوحشيه، وكانت مصره على الاعتذار لولا ان قامين على المهرجان وزملائها اقنعوها ان مش هو ده الموقف اللي هيغير شيء، لان هي بالفعل بتكرم على عمل قامت به ومن اجله بيتم هذا التكريم.
وكان شعارها دايما نادية لطفي بتقول ان الفنان اذا لم يكن له دور في خدمة وطنه وصاحب كلمة وموقف فلا قيمة لفنه ولا قيمة له هو شخصيا. صاحبت هذه المواقف كلها لما ابنها الوحيد اللي كانت تحبه جدا جدا وسفرته أمريكا عشان يدرس الهندسة في جامعة جورج تاون تعرض لموقف صعب جدا سنة 67 بسبب الطلبة اليهود عشان كانوا بيعملوا إساءات كتيرة جدا لمصر في الوقت ده بعد الحرب، فاستفزوه ولما حاول يدافع عن بلده حاولوا يضربوه، ولكن طلبة المصريين كلهم اتجمعوا ومعهم زملائهم العرب لقنوا الطلبة اليهود درس لم ينسوه، وتحولت ساحة الجامعة إلى معركة. اضطرت إدارة الجامعة وقتها إلى فصله، فلما بلغ أمه قالت له أنا فخورة بيك لأنك ابني. القيادة الفلسطينية ظلت تحتفظ بالمعروف الذي قامت به نادية لطفي. ياسر عرفات لما جه بعد كده يزور القاهرة بعد الرحيل من بيروت كان من أهم جدول أعماله أن راح للفنانة نادية لطفي في بيتها اللي كان في جاردن سيتي وزارها هناك عشان يشكرها ويحييها على الدور الوطني اللي قامت به معاهم. ليها الصورة الشهيرة اللي هي قلع الكوفية الفلسطينية واداها هدية للفنانة نادية لطفي. ولما الفنانة نادية لطفي بعد سنوات دخلت المستشفى المعاد العسكري وكانت مريضة، رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لما جاء القاهرة أصر يروح يزورها في مستشفى المعاد العسكري وقام بتكريمها بتقليدها نجمة القدس تكريما لها على دورها الوطني الممتد مع القضية الفلسطينية. بهذه المواقف الوطنية العظيمة للفنانة الراحلة نادية لطفي بننهي حلقتنا النهاردة. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقات جديدة قادمة مع مواقف وطنية أخرى لنجوم مصريين.